بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سوف نرى اليوم درس مهم للغاية، وهو كيف يمكنك تحميل كافة البرامج اللي تحتاجها بعد الويندوز أو تحتاجها في أمور أخرى، خصوصا يعني هذا الشرح نحتاجه بعد تنصيب الويندوز. تكون اللابتوب الفارغ مثل الآن تحتاج إلى تنصيب كل البرامج، وأيضا سوف يعني تتعب في البحث عنها. لا، اليوم أتينا لكم بموقع يحتوي على جميع البرامج، وأيضا الميزة الرائعة والرهيبة جدا في هذا البرنامج هو أنه التنصيب صامت أو التنصيب تلقائي. بمجرد أنك أنت حتنزل حتضغط على البرنامج داونلود حيتم يعني تنزيله وتثبيته بشكل تلقائي بدون أي تدخل منك. جميع البرامج اللي ممكن أنك أنت تبحث عنها، أي برنامج تبحث عنه تأكد أنك موجود يعني في هذا الشكل. قبل ذلك، إذا كنت أول مرة تشاهد فيها القناة الخاصة بنا، اشترك، اضغط هنا على زر الاشتراك لكي يصلك كل جديد مواضيعنا، وأيضا دعمنا بلايك ومشاركة على الجوجل بلس. بعد ذلك إذا ضغطت هنا على عرض المزيد سوف تجدني واضع لك يعني رابط المدونة الخاصة فيه، تدخل إليها وستجد فيها رابط الموقع الذي سوف نستخدمه. مباشرة بعد أن تضغط على المدونة، على المدونة الرابط الذي سوف تجده يعني في المدونة، سوف يأخذك مباشرة إلى هذا الموقع. هذا الموقع كما نرى فيه جميع يعني البرامج اللي ممكن تحتاجها بعد يعني الفورمات، وأيضا جميع البرامج اللي ممكن أنت تحتاجها مع تحديث دائم لهذه البرامج، يعني حتجدها في آخر إصدار. مثلا هنا المتصفحات، ويب براوزر، الجوجل كروم، الأوبرا، الفايرفوكس، السكيوريتي، تستجد المايكروسوفت سكيوريتي والأفاست والأفيشا والأفيجي، وأيضا المالوريو بيت وباقي السكيوريتي، حتى الأفيرا يعني موجود، الجدار الحماية، يعني آخر وأشهر برامج تستخدم في هذا المجال. أيضا في المسنج أو يعني الشات أو المكالمات تجد سكايب والياهو وباقي البرامج. هنا أيضا مواقع الرفع مثل الدروبوكس وباقي المواقع التي نستخدمها. هنا مواقع البرامج الميديا سوج، الفي ال سي، والكي ام بلاير وباقي البرامج التي نستخدمها في هذا المجال. هنا أيضا تولز مثل البايثون والنوت باد وباقي هنا برامج، أيضا برامج الفك الضغط مثل السيفن زيب والونرار، كل يعني هنا الجافا والنت فريمورك أيضا بدون أي مشاكل. مثلا على سبيل المثال هنا أيضا استجد يعني الفوكس ريدر والباقي يعني الأمور، هنا الجوجل إيرث، كل ما تحتاج إليه سوف تجده في هذا الموقع، أي برنامج تحتاج إليه. هنا كيفية تنزيل، مثلا على سبيل المثال أنا لا يوجد لدي الآن هذا البرنامج، فقط أقوم يعني بالتعليم عليه هنا وأختار مثلا من مثلا الجافا، وأيضا تختار مثلا هنا تختار يعني أي برنامج تريده، تيم فيور، أي شيء تحتاجه، ممكن حتى أنك أنت تعلم عليهم جميعا، لكن أنت تختار يعني البرنامج الذي تريد، تضع أمامه علامة صح. أنا سوف أجرب فقط على برنامج واحد، أنت يمكنك أنك أنت تجرب على حتى على جميع البرامج تنزلها يعني دفعة واحدة. بعد ذلك ماذا سوف تفعل؟ سوف تأتي إلى هنا Get Your، هنا هذا الخيار سوف تقوم يعني بالنقر عليه بهذه الكيفية. الآن استنى شوية، سوف يتم يعني تنزيل أداة صغيرة يعني برامج صغير، حتى إذا كنت أنت حملت 10 برامج سوف، ها هي كما نرى، تمام. الآن تنتظر إلى أن يتم يعني تثبيت هذه الأداة، بعد ذلك تقوم بس يعني بالنقر عليها نقرة واحدة، خلاص الآن بس يعني تعطيها على الرين أو الموافق. الآن سوف تتم يعني تحميل البرنامج وأيضا تثبيته بشكل تلقائي، إذا طلع لك أي شيء يقول لك يس أو نو، نعم أو لا، تعطيه على نعم هكذا مثل أنا الآن أعطيه على يس. الآن سوف يتم يعني تنزيل وتحميل وتثبيت البرنامج بشكل تلقائي. الآن هنا يقول لي داونلود، سوف يتم تحميل البرنامج بشكل تلقائي. استنى أنت شوية، إذا كانوا أكثر من برنامج، 10 برامج أو 20 أو 15، راح تأخذ وقت شوية على حسب سرعة الإنترنت الخاصة بك. تمام، الآن شارف على الانتهاء، الآن مباشرة سيبدأ في التثبيت يعني بدون أي تدخل منك، تحميل ثم تثبيت، ثم مباشرة سوف يظهر لك الاختصار
الخاص بالبرنامج على سطح المكتب أو مجموعة البرامج أيضا سوف يظهر لك الاختصار الخاص بها على سطح المكتب 1.12 مهما حملت يعني بدون أي تدخل منك سيتم تحميلهم مع بعض بعد ذلك سوف يتم يعني تثبيتهم أيضا مع بعض بدون أي تدخل منك تمام الآن يعني يظهر لك كلمة كلوز أي أنه تم يعني تحميل وتثبيت البرنامج وتنصيبه يعني تعطي على كلوز هذا هو مشغل الصوتيات الذي قمت أنا بتحميله يعني وتثبيته أنت هذه الطريقة حتى تنفذها يعني حتى على 20 برنامج على 10 برنامج المهم أنك أنت تأشر عليه وتنزله وتعطي الأنستال والأوكي وخلاص هو حيتم كل شيء بنفسه هذا هو الدرس بكل بساطة بكل يسر إذا واجهت أي مشاكل في هذا البرنامج فقط تكلمني وإن شاء الله حلوها مع بعض لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لكي يصلك كل جديد وحصري سلام.